هذا سائل يقول بقوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يقول ما تفسير هذا الورود؟ المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، يمر الناس كلهم عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. نعم.